هسه هاي القطعة هي مالتي، مالت البدن نفسه اللي قصيت تبعوها. شو التصوير اوضح؟ ايش راح اجي؟ راح اجي اخذ 17 سنتي، هذا القياس مالتنا المعتاد عليه طبعا، ويا البطانة ويا من فوق القياس يطلع عندي تمام. هالمرة ما راح اخذه هيجي قياس، ايش راح اخذ؟ راح اخذ تقريبا 19 سنتيم، زين 19 او 20 سنتيم. احنا اللي جاي نريد القياس مالتنا، لان لا تنسون عندكم جوا راح يروح اصبع، زين، ومن فوق اصبع راح يروح، فما راح يكفيني. هذا اجي راح اقسمه بالنص، قسمه هيك بالنص، راح اكفه واركب هذا عليه. زين، خلينا نطلع على قياسه، هذا هو قياسه، امشون الى الماكينة حبيباتي. هذا هو وحدة من يم الوصل مالت الجوانب مال الاكتاف، زين، اجي اكف هاي كفة بهالصورة هاي، اللي تريد تبطنها عادي واللي تريد تكفها هم عادي، انتبهوا لان ترى القماش يضوج، انا دائما اخيط وارجع افتق، لان هذا الضوء شوية يعكس على القماش فما يخلينا اميز. طاعوا بنات، هسا احنا مو عندنا هاي الصفحة، ايش راح اجي؟ راح اجي اجيب القماش هذي مالتي اطلعه بهالصورة هاي، زين، او اطالع من عنده شوية حتى ما يطلع الصدر، تردون كله تهيج يصير لي قدام عادي، تردينه يعني هيك شوية بعد، تبقى هاي حسب الواحد، لان انا ما اريد اسوي لها هواي، هي بنية حزينة. اخيطي شوفوا بنات، هسه انا هاي حضرت مال صفحة الكتف، طبعا هو الكتف كبير بس انا مو هسه راح اقصه، على مود مو اقصه ويطلع صغير، راح ابقيه وبعدين ارجع مثل كانه ما افصل من جديد، زين، يعني بس صفحة الكتف. هسه مشونا خلونا نروح على الاوتي ونشوف. حبيبتي عيني، هسه ايش راح نسوي؟ هذا هو البدن طبقناه بهالصورة هاي، راح اجي اخذ 8 سنتيم، زين، هذا الحد اللي اشكل بيه من ناو هيجي، اشكل بيه هذه صفحة الكتف، زين، هي هاي مالتها، هذا باعه بهالصورة هاي، هيك راح يشكل، بس راح يصير داخلي بهالصورة هاي، باعه على هالطريقة هاي. ايش راح اجي؟ راح اجي هذا اللاصق ابو الوجهين اخليه بهالصورة، زين، اول ما اثبت اثبت صفحة الحفرة هيجي، صفحة الحفرة طبعا، هذا لاصق اسود بالمناسبة بنات، خوش لاصق وحلو ما يبين لي، هسه ايش راح اجيب؟ اي قطعة كشمير عندك، بس المهم تخلينا فوق اللاصق حتى ما يأذيك، ولا يأذي لا يأذي الاوتي ولا يأذي القماش. باعوا حبيباتي، هسه انا عندي لزق شويه بعد هنا، هسه ايش راح اسوي؟ طبعا هذا ما ياثر بنات، هسه من ارجع بعد علي بالاوتي راح يروح ينتهي. هاي طريقه تقدرون تتخذونها، والطريقه الثانيه، زين، الطريقه الثانيه ايش نحدد؟ نحدد احنا 8 سنتيم بالجهتين هذه، زين، اجي هسه افتحها، شوفوا بنات، تخلون بهالشكل هاي، وين البداية؟ هاي البداية بهالصورة هاي، جد اخذنا احنا هناك شقد، يعني ضمينا جوا اصبع، نظل على الاصبع، ضمينا اصبعتين نخلي اصبعتين، فهمتوا؟ هسه احنا شلون راح نضبط القياس بالاورشي؟
احنا ايش قد اخذنا هنا؟ 20 سنتيم. هنا ايش قد اخذنا؟ هم 20 سنتيم. اجي اتعلم هسه ايش راح اجي؟ راح اجي اخلي اللاصق نفس هذيك الطريقة. بنات هاي هي الطريقة الثانية. شوف يا هي اللي تريحكم، عادي اذا يدرون تستخدمونها. بقى حبيباتي هسه هنا تقريبا وصلنا للنهايه بعد الورده، وبهذا القانون يعني مالتنا ربط الاكتاف والهاي. هسه ايش راح اجي؟ راح اجي اطبق الصدر على صدر. طبعا هو بعد لان بعد حار فما لازق حل، لان ما دام بعد حار راسه تاني ينفتح عدي، فتحاولين شويه تخينه يبرد زين. هسه راح اطبقه هيجي، راح ارجع اعدل الكتف من جديد. احنا لعبنا بيه وفصلنا وخيطنا وهاي، فهسه راح نجي ناخذ بعض القياسات الثابته. راح اجي اقيس، انطي هنا 12 سنتيم. ايش دعوه 12 سنتيم؟ انا قياسي شبر وثلاث اصابع، يعني 11 سنتيم زين. باعوش راح نرجع ناخذ القياس مالتنا الاعتيادي الها ورا الكسرات زين، ورا الكسرات. طبعا بنات هسه احنا هنا وصلنا للمرحلة الربط، فانا شنو بعد عندي القدام عريض، فاني اريد احاول انه اخليه يعني مساوي الظهر. اذا تردون تفرشون الظهر وتقصون عليه الزايد من القدام، او اذا تردون تاخذون هيجي قياسات شبر وخمس اصابع. احنا كنا انطينا 3 اصابع زيادة زين بهذاك البدن. شوفوا بنات باعوا للقدام عندي خلاص. هسه راح ابدي اربط الردانات واربط الاكتاف وارجع وياه. حبيباتي عيني هسه انا اخذت 17 سنتيم، طلعت عندي اصبعتين زياده. حتى ما صير دلعه راح اخذ اصبع واصبع راح اخليه للخياط زين حبيباتي، ونكمل الظهر مالتنا وارجع وياه. حبيباتي رجعت وياكم طبعا بنهاية الفيديو. خلصت هالدشداشة مثل ما قاعد تشوفون، شوفوا ايش قد حلوة صارت، تجنن كلش حلوة بالعافية عليها. طبعا هي صاحبة الدشداشة متدربة يمي قاعدة اعلمها خياط، فقلت لي ما الحق انا اخيطها، فاريدك انت اللي تخيطينها الي. هذا شوفوا طبعا هذا الزايد باعه، هذا الزايد كله يتجوا بعده. هاي هي الردن، هاي الوردة باعوها، شوفوا هاي هي الكسرات. خلي اسوي لكم اياها شوية صفح على مدة تبين باعوا، والف عافية عليها. وان شاء الله بسطت لكم اياها قدر الامكان. حبيبات قلبي، وان شاء الله اشوفكم خير وسلامة. بالمناسبة بنات اني هسه جتني خياط صدرية، اذا لحقت فعلت اني انزل لكم الطريقة مالتي، بس ان شاء الله ان شاء الله 100% انا اسوي لكم مال فصالة صدرية. ومع السلامة حبيبات قلبي، واشوفكم بالف خير ان شاء الله. وعظم الله لنا ولكم الاجر بهذا شهر محرم الحرام، وان شاء الله قدر الامكان اني اسوي لكم فيديوهات وانزل. ومع السلامة حبيباتي.